اول شيء اللي خصنا ننبهوا ليه هو ان الجلسه السابقه للمصادقه على القانون الداخلي ختمتها السيده الرئيسه بكلمه مهمه واللي خلاتنا نصادقوا على المشروع الاول، وان مباشره من بعد المصادقه غيجتمعوا ممثلي الاحزاب السياسيه من اجل تجويد الوثيقه وصياغه الصيغه النهائيه وعرضها على المجلس. فاحنا اليوم عقدنا اجتماع بدون ما تعرض عندنا الوثيقه النهائيه ديال القانون الداخلي، وبالتالي ما عرفناش واش كنا اشتغلنا واش بالقانون السابق ولا بالقانون، واش دارت تعديلات ما دارت تعديلات ما عرفناش. ونفس المنطق اللي تعتمد لهم في توزيع الغنيمه ديال اللجان هي ماشي توزيع المواقع، المواقع كتعتمد على كفاءات وعلى اشراك جميع الفعاليات ديال الدار البيضاء، هذا توزيع الغنيمه ما بين الاحزاب اللي كما تغولت في الحكومه تتغول الان في مجلس مدينه، نفس المنطق ديال توزيع الهدايا بيناتهم والغنيمه، وبالتالي تم اقصاء باقي الاحزاب السياسيه وباقي الممثلين ديال الفرق. وهذه البدعه ديال الفرق هي غير ملزمه بتاتا، وماشي من حق ماشي من الضروره ان اي مستشار خصو يكون فريق، لان اهم حاجه في القانون الداخلي هو ان الانتماء للفرق بناء على الانتماء الايديولوجي، وما يمكنش الايديولوجيه ديالي اني نخرط في فريق اللي ما عندي به علاقه. بالنسبه للجلسه ديال اليوم هي كتعلق بدوره استثنائيه، والنقط اللي وارده فيها من بين النقط الاساسيه اللي وارده فيها في جدول الاعمال، الامر يتعلق باستكمال اجهزه المجلس فيما يتعلق بتكوين اللجان الدائمه، وايضا اقتراح بعض الاسماء ديال التمثيليات ديال الاحزاب في المجالس والهيئات اللي فيها الجامعه طرف. طبعا المجلس ارتاى انه يمرر النقطه الاولى اللي كتعلق بتكوين اللجان، وكان فيها واحد النوع من التجاذبات السياسيه بالطبع، لان الامر يتعلق بتاويل القانون لا غير. هي اللجان دازت، انا كنعتبرها دازت في اجواء عاديه، كان تواصل بيننا وبين الرئاسه على اساس حنا رؤساء فرق بحكم انني رئيس فريق الاستقلالي بمجلس مدينه الدار البيضاء، تواصلنا معهم عن طريق الواتساب، دونك كانت الامور واضحه ووافيناهم بجميع الاسماء المقترحه لكل منصب من المناصب. والان دابا اليوم حنا اليوم في اجراءات احترازيه، لابد اننا نراعيو هذا الظرف اللي كنمروا منه، وثانيا حنا راه غاديين كنتحضروا، ما غنبقوش نعتمدوا على الورق اكثر ما هو مهم تواصل بالمفهوم ديالو الشامل. اذا بالنسبه لي انا الامور دازت في ظروف عاديه جدا، اما التجاذبات السياسيه فهي ظاهره طبيعيه، واختلاف الاختلاف راه رحمه، هذا الشيء اللي غادي نعقل. طبعا الحال اليوم كان الدوره هو ديال اللجان والنواب ديالهم المصادقه والترشيحات اللي كانت، طبعا الحال اللجان اللي كانوا دازوا اليوم تقريبا الاغلبيه كانت دازت بشو ديمقراطي من حيث الانتخابات ديال اللجان. اعتقد بلي ان التحكيم الديمقراطي والممارسه الديمقراطيه كتخليك على انك تكون في حقيقه الامر في التصويت. اليوم صوتوا اللجان على الرئيس والنواب، وبقات بعض المناوشات البسيطه شيئا ما، وكتعرفي بلي ان دائما المعارضه تلعب هذا الدور هذا، بالاضافه الى ان حتى الفرق اللي كاينه ديال الاحزاب ما كانش واحد التنسيق مسبق عند البعض الفرق، هذا اللي خلى بعض التشنجات. ولكن في الاخير اعتقد ان رؤساء الفرق حسب النظام الداخلي التزموا بهذه العمليه هذه، هما اللي كانت عندهم فقط نقاط النظام، وفي الاخير خرجنا بالهيكله التامه ديال رؤساء اللجان والنواب ديالهم. وغدا ان شاء الله راه غيكون اجتماع ديال اللجنه الاولى للجهات الماليه، لان مدينه الدار البيضاء تنتظر منا مجموعه من الاكراهات، تنتظر منا مجموعه من الانتظارات، ونتمناو على ان المجلس المدينه كعمده وكمكتب وكاعضاء ينجحوا جميعا في هذا التمرين الديمقراطي ان شاء الله.